رئيس الوزراء حيدر العبادي. أبو يسر. أبو يسر بتجرد، بعيدا عن الكوميديا، بعيدا عن البشير طبعا. شو كأحمد البشير كيف ينظر كمواطن عراقي، كيف ينظر لحيدر العبادي؟ أتمنى منه أنه فعل دوره كرئيس وزراء. هلو. أتمنى منه أنه يكون رئيس وزراء حقيقي. حاليا بهذه المرحلة اللي احنا بيها إلى حد ما هو نجح بكثير من الأمور، بس أتمنى منه تكون عنده بعض الجرأة شوية أكثر، ويحتاج شوية قوة أكثر بالتعامل سواء مع الميليشيات سواء مع الخارجي عن القانون، ويحتاج يكون صريح ويا الشعب.